بعيش بكفي حاجة بقى. لو تعرف قديش أنا محتاجتك بدي تقلي إمتى رح تفيق، لأني تعبت وعمود كل يوم ألف موتة، تعبت وبدي حدا يساعدني. إمتى رح تطيب وترجع مثل قبل ما هيش؟ يلا قوم بقى، بترجاك قوم ما هيش، في كتير شغلات بدي أحكي لك ياهن وتقلي رأيك. يعني اليوم لو تعرف شو صار عنا بالبيت، هاي صار لا اجت لعنا. مرتم انت منيحة؟ منيحة. مو صحيح، مانك منيحة، من صوتك واضح قديش زعلانة. انا منيحة. طيب لا تدققي على كلام خالتي سار، لو ما تنزعجي منها اكيد ما بتقصد تجرحك. خالتي سار لقلبها طيب بس كانت معصبة، مشكلتها ما بتعرف تحكي. مرت عمي انتي قرايبتها، معلش طولي بالك عليها. ايه صح، خالتي ما تدققي، هي امي بحياتها ما حكيت بهالطريقة ومستحيل تفكر تعمل هيك. خالتي سار لكل الوقت بتحكي عن الاخلاق وبالحقيقة ما بتعرف شي عنا، لو انها بتعرف يعني كانت علمت بنتها بدل ما تنظر علينا. كل مرة بيجوا لعنا بيعملوا فيها مشكلة، خصوصاً إذا كنا عاملين حفلة. بتفكري متقصدين يعملوا مشكلة مشان يخربوها؟ كم مرة صاروا عاملين نفس القصة معنا؟ ما فيهم يشوفونا مبسوطين. إيه بس خالتي أنت أكيد لاحظتي كيف أمي بتحاول تصلح الموضوع وتلم المشكلة قد ما بتقدر، وأكيد أنت انتبهتي. خالتي صار لك كيف حكيت معي، ومع هيك أمي ضلت عم تحكي معها عادي. يمكن بتحس حالة أقل منا، لهيك ما فيها ترتاح لحتى تخرب علينا الجو. ايه خالتي، وببين الفرق الواضح بيننا وبينهم، بعمرهم ما رح يصيروا مثلنا. مزبوط كلامك، الخالة صار لها دايما بتحاول. خلص بكفي شيرلي، حاجة بقى حكيتي عنا واخدتي راحتك، ما رح اسمح اني اسمع كلمة واحدة عن صار لها بعد هلا. بعرف منيح انه انت التنتين ما بتحبوها بالمرة، بس هاد ما بياني انكم تبلشوا حكي عليها، ولو ما سكتتكم يمكن تضلوا تحكوا عليها لبكرة. هي أكبر منكم، مو حلوة إنكم تضلوا تحكوا عليها بهالطريقة البشعة. إذا كنتوا شايفين إنه صار لها عصبت وكانت طريقة كلامها مو حلوة، أنتوا بتضلوا مربيين، لهيك لازم ضلوا تحترموا اللي أكبر منكم على طول. صار لها تقريبا من عمر أمك وأمها، يعني بمقام أمكم، ومع هيك أنتوا لا احترمتوها ولا عملتوا لها قيمة. صار لها بالأخير هي أم مثلي، ومثل ما أنا شايفة الأم لازم تاخد الاحترام اللي بتستحقه دايماً.